اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عنوان هذه الفقره: انتبهوا انتبهوا على اطفالنا، المثليه تتسرب من العاب الجيمز. بعد ان انتشرت في المسلسلات والدراما والافلام واصبحت شيئا عاديا، تتسلل رويدا رويدا الى الغرف المغلقه، الى الاجهزه المنكفئه على الوجوه. أطفالنا ما نعرفش بيعملوا إيه، ولكن تتغير فيهم أشياء كثيرة. هذا ما سنناقشه الليلة مع ضيوفي الأعزاء: السيد المهندس زياد عتواب، نائب رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا وسهلا. أهلا فندم، منورنا. الله يخليك. معنا كمان الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية. أهلا وسهلا. أهلا بيك. الأستاذ نور الدين إكس، واحد من مشاهير الجيمرز في مصر. أهلا وسهلا. زعرتك جيمرز كبير. ربنا يخليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب خلينا نبدأ بالبشمهندس الأول، بشمهندس زياد. احنا عندنا تقريبا إحصائيات بتقول عندنا قد إيه، يعني في أرقام بتقول عندنا 18 مليون بيلعبوا جيمرز. احنا عندنا نقدر نحدد الجيمرز في مصر بأعداد محددة والمراحل السنية؟ احنا تقريبا في التقرير الأخير للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اللي صدر في رمضان اللي فات، كان بيتكلم ان احنا عندنا تقريبا 19 مليون اونلاين جيمر، يعني بيلعبوا من خلال شبكة الانترنت. أي. وده بزيادة 19% عن العام السابق، يعني بزيادة 19% عن 2021. أي. طبعا دول اغلبهم في تحت السن، يعني ممكن نقول لغاية 40 سنة. قليل قوي منهم اللي طبعا يكونوا اكبر من كده. فاحنا لو بنتكلم في 19 مليون او 20 مليون جيمر اونلاين، ده بالاضافه لان في ناس تانية بتلعب جيمز اوفلاين ممكن نقدرهم كمان مثلا بخمسة ستة، فاحنا ممكن نكون بنتكلم في 25 مليون لاعب او شخص مصري بيلعب هذه الالعاب. رقم ضخم. رقم ضخم طبعا. عندنا حصر تقريبا للالعاب اللي بتحمل مضامين مؤثره سلبيه على الاولاد، مضامين مخربه زي المثليه الجنسيه؟ لا، هو مفيش حصر ليها لان هي بتطرأ فجاه، يعني هي ممكن تبقى في العاب بتبقى طبيعيه خالص، وبتيجي في وقت من الاوقات اللعبه دي بتبتدي تروج للمثليه الجنسيه نتيجه ظروف خاصه او نتيجه اطار عام عالمي بيتكلم على الترويج للمثلية الجنسية، زي الشهر اللي احنا فيه ده بيسموه شهر تقبل الآخر. أيوة. ففي هذا الشهر وشهر ستة في العالم كله اللوجوهات حتى بتاعت الشركات الكبيرة ابتدت تغير اللوجو بتاعها وتحط الرينبو بتاع المثلية الجنسية. لما حضرتك تبص على اللوجو بتاع أي شركة من الشركات، شركات اتصالات، شركات بتاعت الكوزموتكس غيره، بتعمل الكلام ده بس بتحطه في اللوجو اللي موجود انترناشونالي، بس اللوجو اللي بتاع الميدل إيست ما بيفضل طبيعي. ما ده مؤقتا. وده مؤقتا، يعني ساعة ما يجي يضغط عليك ويقول لك أنا همنع السلعة من عندك أساسا أو هاخد موقف منك هتضطر. لا، وهو غير كده زي ما حضرتك قلت، هي السرسبه اللي بتحصل ان احنا كمان جيلين ثلاثه هنقدر نتقبل ان يبقى الرينبو ده موجود حتى في ده بعد اسبوعين من المشاهده ممكن تتقبل ومع الاطفال الصغيرين. طب خليني يا نور، بما انك يعني شاب وبتلعب وبتشجع الاولاد على اللعب، حد قريت تجربه بتاعت اب وام بيقول لك ان بنتنا فجاه واحنا بنبص وهي قاعده تلعب لنا طلع لها فيديو اباحي في مثليه، فلما مسكوا الموبايل وقعدوا وقت هم اللي وشهم على الموبايل ما طلعش الفيديو تاني. مجرد ان هم مشوا وبدات البنت كاميرا لقطت الطفل ففتح اللعبه، بلقطه الطفل نفسه اللعبه بترجع تاني للمثلية. تقدم له هذا التحريض. يعني ازاي تضمن ان اللعبه دي فيها مثليه او ما فيهاش مثليه؟ يعني بالنسبه لاولادنا هو الموضوع واقف في البدايه ان هي اللعبه ممكن تكون اتجاهها عادي وبتتطرق لانها في حاجات للمثليه الجنسيه تعلن عنها. ايوه. لو هنتكلم مثلا عن لعبه فيفا، فلعبه فيفا انا بلعب فيفا عامه بيبقى انا باختيار الشخصي اقدر اختار التيشيرت والشورت اللي بلعب بيهم في اللعبه عامه. ايوه. ولكن فعشان زي ما الدكتور قال ان الفتره دي بالذات في الشهر ده بالذات تم طرح تيشيرت وشورت بالوانهم اللون الرينبو اجباري. لا مش اجباري. ما هي دي بقى اللعبه هنا بقى، ان هو الموضوع مش اجباري، هو الموضوع ان انا في شويه تاسكات هجيب اجوان بطرق معينه او هجيب اجوان يعني بشكل محدد، ساعتها تتفتح لي التيشيرت دي او الشورت اللي هو اللي بيدعم. يعني بيقول لك لو عايز تختار اختار بالظبط. فهو الموضوع لما بنتكلم فيه، طب هو الموضوع ده بالنسبه لي مش اجباري، التيشيرت مش اجباري ان انا العبها او اجباري ان انا البسها، ولكن هو ممكن يكون مع الوقت
هتبقى اجباري على بس على مدار وقت طويل شويه. فهو بيديني حريه الاختيار، يا اما العب بالتيشيرت دي فانا لعبت بيها فانا اوريدي انا بدعم المثليه الجنسيه. زي ما انا بشوف مثلا بلعب مثلا بسجل الفيديو طالع ستريم، بلاقي مثلا حد لابس التيشيرت والشورت دول، الطباع الاول اللي هو انت عايش ايه ولا انت بتعمل ايه. والكلام ده مش كعرب بس او كمسلمين او مسيحيين، ده عامه اصلا بره في اوروبا في ناس كتير قوي ضد الفكره دي. ايوه، فهو الموضوع مش مقتصر على احنا كعرب بس او مسلمين بس او مسيحيين بس، لا عامه بره. بس انا بتكلم عن مجتمعي، انا حريص على على اولادي هم هناك هم احرار. انا استغربت، انا بالنسبه لي انا هنا في مأزق في مأزق، لان وانا بلعب في بلاي ستيشن برضو ممكن افاجئ بان لو بلعب الكمبيوتر يطلع لي الفريق لابس كده. بالظبط، هعمل انا ايه؟ هو هم اصلا عشان اعلان اللعبه اصلا كفيفة عن التيشيرت والشورت دول، حاطين لعيبه بالتيشيرت والشورت ويوريني شكل اللعبه، ولو انا بلعب اللعبه الفريق هيبقى شكله عامل ازاي، ومحطه 11 لاعب فعلا في ماتش ولابسين التيشيرت والشورت. ممكن ينزلوا محمد صلاح لابس اللبس ده؟ هو الاعلان دايما بيكون عشان يعني اتفاق مع اللعيبه. يعني في لعيبه اصلا بتدعم الموضوع ده او في لعيبه رافضه. تمام، يعني مثلا في لاعب زي جيمي فاردي في فريق ليستر سيتي كان في ماتش كوره حقيقي جري رايت الكورنر عليها العلم بتاع المثليين الجنسيين، جري انكسره برجله. فمش كل اللعيبه اصلا بره، وفي لعيبه ما بتشاركش في الماتشات اللي هي مثلا في وقت بيدعموا فيه المثليه. انا بتكلم على لما كنا لاعب الكمبيوتر واختار ليفربول مثلا ولا ارتدى هذا الزي، ديزاين اللعبه هو اللي بيحدد. يعني هي اللعبه هي اللي بتحدد مثلا لو انا هلبس التيشيرت دي البسها احطها على الفريق مثلا اللي بلعب بيه او انا اختاره. فالموضوع بالنسبه لي في الاول وفي الاخر هي اللعبه بتطرح التيشيرت، وانا باختياري او بالاجابه او بالسلب اقدر يا اما العب بالتيشيرت يا اما ما العبش بيه. طيب دكتور وليد، عايز اقول لك اللي حصل عند اولادنا الصغيرين، لما بتيجي لقطه فاوقف فممكن ابني يقول لي عادي يعني ما انا عارف مش دول مسلمين. يعني كلمة العادي والقبول ويعني كبر دماغك وإنها تبقى جزء من الثقافة حواليه وجزء هو شايفه، لكن أنا مالي أو أنا ببذل جهد معاه كأب علشان أواجه ده وأقول له ده وحش ليه ومرفوض ليه وخطورته إيه. مش دايما ببقى قاعد ومش دايما هنبقى مع أولادنا. ما الذي يحدث لنفسية الطفل تدريجيا عندما يشاهد سواء في ألعاب أو في أفلام أو في مسلسلات أن المثلية شيء طبيعي جدا عليها أن يقبلها؟ الأثر النفسي اللي بيحصل لأولادنا لما يشوفوا من ألعاب الفيديو جيم مثلية جنسية بيبقى أشد وطأ وسوءا من ممارسة الجنس على أرض الواقع أو الاعتداء الجنسي. تخيل بقى أسوأ. ليه؟ أسوأ طبعا. وإيه؟ وأدوم أثر، يعني أطول كمان في المدة. ليه؟ لأن الإنسان لما بيتعرض للاعتداء الجنسي بيجيله مشاعر سلبية مقززة من الفعل، يجيله جلد، شعور بالذنب، يجيله انسحاب اجتماعي، شعور بالقيء، كوابيس وأحلام مزعجة، رفض الكلام ده، الفطرة عنده رفض ده. إنما أنت لما تعبس بالفطرة بتاعته وتعمل له إغراق وتربط له بين مبدأ اللذة ومبدأ الألم، إن هو بتديله مثلية جنسية في لعبة بتشبع عنده نيد تو بلاي، الحاجة للعب، هنا بتختلط الإحساس السعادة أو المتعب. إيه هو مختلط عنده ده؟ أيوة، مع اللعبة نفسها أيوة، فمع مع السعادة والفن اللي هو فيه، الإفراز الأدرينالين في المخ بيعلى وكمان بيكسب الجيم، فبيديله سيلف كونسبت إيجابي وبيخش في المنافسة، يعني بيوفر له عالم جميل ومناخ جميل، فهو كمان بيعديها في الأول بمزاجه، فيبتدي يجيله السم في العسل. مع الاعتياد بتاع المشاهدة بيبقى في حاجة اسمها فقد القيمة، زي بالظبط حضرتك كنا زمان لو واحد اتعور نبقوا قاعدين بنجري عليه. في مشاهد العنف 2011 و2012 خلت الناس دلوقتي يبقى في حريقة بيصور جنب منها سيلفي. محدش بيروح في البنت اتقتلت وقاعدين يصوروا، قاعد بيصور سيلفي بتدفن ومش عارف جايبين القلب الميت، اهلها بيعيطوا بدل ما يعيطوا معاهم. أيوة، واقفين بمنتهى الفلل، في بلادة حسية كده. بقى في توحد مع الموقف المسيء. أيوة، بقى في عزله نفسيه بين المثير والاستجابه او اللي بيحصل على ارض الواقع والمفروض اللي انا اعمله. فلما ابننا يتشبع بالافكار دي بيطلع بقى على ارض الواقع بيبقى امتداد للي هو شافه في الفيديو جيم، فيتقبل الفكره، قد يسوق ليها في وقت من الاوقات، قد يكون عرضه للغوايه الجنسيه ما يبقاش عنده مشكله خالص لان هو شافها وممكن تمارس عليه من خلال اللعب، وهو ممكن يفيدنا بالكلام ده ان يعمل لنفسه شكل معين ويفوجئ ان اللي بيلعب معاه ده داخل يمارس معاه مثليه جنسيه. وجات لنا حالات كتير كده هوت، فمع اعتياد الموقف وبيلعب وشايفها عادي ممكن تمتد معاه على ارض الواقع. ولما يكبر بقى شويه ممكن يجيله اضطراب نفسي اسمه بيدوفيليا،
بيدوفيليا ده اللي هو هوس العشق بالاطفال، لان بيعمل بما يسمى باعاده انتاج السلوك اللي اتعمل معاه في العالم الافتراضي. انت قاعد تفزعني كل شويه يعني كل شويه وحضرتك بتتكلم قاعد اقول يا لهوي يا مصيف يا خرابي. وانا كل لسه ده قلت حاجه لسه لا اقول قول خوفنا انا عايزين نخاف. صحيح، فبتبقى عمليه صعبه جدا يعني يعمل بعد كده اعاده انتاج سلوك ناهيك بقى يعني طفل قاعد يلعب وهو ما عندوش اي نزعات او ميول غير طبيعيه وشايف انه متعالي على ده وفاهم انه غلط بثقافته ودينه والكلام اللي قاعد يقوله بابا وماما. نعم. لكن مع الوقت ممكن أيوة. يتحول الى شخص مثلي. بص حضرتك انا كسيكولوجي ايوه لما تيجي تقول لي غير لي فلان انا بقول لك خد مني التغيير بعد 5 سنين، ما عنديش مشكله خالص، انا ال5 سنين بزرع فيه الفكره وبعد ال5 سنين هو جاي لوحده كل اللي انا عاوزه بيحصل. فهي اهم حاجه غرس الفكره في نفوسهم ازاي، وغرس الفكره مع شيء ايجابي، موقف ايجابي، ومع اشباع حاجه زي الحاجه للعب، دي حاجه اساسيه عند الاطفال. انما الأسوأ بقى من غرس الفكره انه يتقبلها، انه يعتادها، انه يروج ليها من غير ما يقصد، انه يمارسها بعد كده هوت، ده بالنسبه له بيبقى أسوأ من الفعل نفسه. علشان كده هوت احنا لا قدر الله لو فضلنا بنفس المعدل ده هنشوف مجتمع غير في خلال 6-7 سنين، طبعا شيء سيء جدا. حضرتك شوف تعليقات الاطفال على السوشيال ميديا على الفيسبوك، شوف الخيالات الجنسيه اللي بتحصل لهم في مرحله المراهقه، شوف العادات السلوكيه الدميمه المترتبه على الخيالات دي، شوف بعد كده هوت هوس العشق اللي ممكن يحصل لهم باخر، دي كلها مشاكل نفسيه. في حاجه اسمها الادمان العاطفي، الادمان العاطفي ده اضطراب نفسي. كان دايما زمان نقول الادمان العاطفي لما يبقى الشاب يتعلق ببنت يبقى فيه ادمان عاطفي مش قادر يبعد عنها، يتطبع اخبارها ويشوف السوشيال ميديا ويعمل اكونت فيك ويدخل لها الهوس ده وصعب التخلي عنها. دلوقتي لقينا الادمان العاطفي بيكون مع نفس الجنس من نفس النوع، بقى التوجه الجنسي توجه نفسي وروحي مش توجه جسدي. ده اتغرس ليه؟ من خلال اللي بيحصل في السوشيال ميديا وتحديدا في الافلام، لان الافلام والعاب الفيديو جيم زي ما قال النجم بتاعنا نور ساعات بيحصل لها كمان، ونور ممكن يفيدنا، اعلانات، فانت ما تقدرش تسيطر على الاعلان. طبعا بيظهر فجاه بالظبط. ناهيك ان الوسيط اللي بيتلعب فيه اللعبه، ان الولد قاعد في عزله، قاعد في درجه اضاءه معينه، بياكل اكل تيك اوي، كل دي محفزات مخليه مهيئ ان يبقى عنده استقبال لأي حاجة ممكن تحصل غير مرغوبة. طيب خلونا نفتش كده ندور في أخصائية التربية الجنسية الأستاذة ماري سمير دي في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت بوضوح وهي رصدة للظاهرة إن الحل في التربية الجنسية. من فيرجينيا وعبر زوم معنا الدكتورة ماري، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك أستاذ خيري. أهلا بيكي. إزيك عاملة إيه؟ أخبار فيرجينيا عاملة إيه؟ كويسة؟ لطيفة، يا الجو لطيف دلوقتي بس كله مطر. دكتورة ماري، انت كتبت بوست كنت بتحذري فيه من تأثير هذا النوع على الألعاب الجيمز والمثلية الجنسية على الأطفال، وبتقولي أن الحل في التربية الجنسية في الثقافة الجنسية. اتفضلي. خليني اقول لحضرتك حاجه يا استاذ خيري. من ايام ما كنت بوعي في مصر، يعني نقول مثلا من 2010 وانا بقول الحل يا جماعه في التربيه الجنسيه، وكنت بحاول اقنع الاهالي ان التربيه الجنسيه مش الحاجه الغلط والعيب اللي احنا فاكرين ان دي حاجه يعني وصمه عار، وان دايما كانوا يقولوا لي لا انت كده هتفتحي لي عينين العيال وكده مش عارف ايه. انا عايزه اقول لحضرتك دلوقتي ان العيال اوريدي عينيها اتفتحت، مفتحة اكتر مننا دلوقتي. بالظبط. بالظبط. من ساعة بقى الخبر بتاع قرارات ديزني وابتدت بقى الاهالي يصوتوا ويرجعوا يسألوني لا طب احنا ده ديزني، ده احنا متربيين على افلام ديزني مش عارف ايه. قلت لهم طب اوكي انتوا خفتوا من القرارات بتاع ديزني، لكن زي ما حضرتكوا والضيوف بيقولوا ما خافوش من الالعاب اللي مليانة غرف جنسية، وبدخل اعمل كاركتر لنفسي وبختار الغرفه اللي انا احب ان انا العب فيها، واطفالي يبقوا تحت سن ال 18 وبيلاقوا غرف جنسيه سواء جنس عادي او جنس مثلي. طب ما ده دي كارثه. كمان زي ما احد الضيوف قال ان
الالعاب بتاعه الاطفال او الافلام الكرتون بتاعه الاطفال على يوتيوب كيدز دلوقتي بقى فيها ان بتيجي اعلانات في النص، ولما انا اسمع مثلا ان الاعلان ده غريب واروح اجي على ابني مثلا عشان اشوف الاعلان ده يتشال على طول immediately يعني في لحظتها. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيعرف منين الجهاز ان ماما جت؟ هقول لحضرتك حاجه، في حاجه كتير كلنا بنقع فيها، ان احنا لما بننزل ابلكيشن او بننزل لعبه او اي حاجه، لو حضرتك عارف ان احنا بنلاقي صفحه طويله عريضه عن اجريمنت واتفاقات ومش عارفه، وفي الاخر يقول لك اجري، فاحنا كلنا اوكي انا مش هقعد بقى ساعه ونص اقرا كل الاجريمنت ده صحيح. فممكن اللعبه يقول لي اه دي بلس 18 او دي مثلا لسن كذا، بس ممكن في النص فعلا الاجريمنت اللي انا وافقت عليه ده يتغير وانا مش واخده بالي. فبالتالي زي ما حد من الضيوف كان بيقول يبتدوا يحطوا بقى الافكار دي وسط الحاجات بتاعه الاطفال. كمان نخلي بالنا ان دلوقتي انا بكلم حضرتك من امريكا، الموضوع بقى سهل جدا. أي. وكل يوم ولادي بيكلموا قرايبنا في مصر، والموضوع بالنسبة لهم عارفين ان هم هيمسكوا مثلا التليفون وهيدوسوا هنا فهيكلموا مثلا تيتا او جده، فالموضوع بقى اسهل منا يكون. دكتورة ميري، بس التربية الجنسية، ما انت عندك في امريكا وفي اوروبا في تربية جنسية وثقافة جنسية بيدرسوها في المدارس، ومع ذلك في حالة فزع من ديزني واللي طلبته واللي قررته بالنسبة للاطفال. رقم واحد أستاذ خيري، علشان زي ما حضرتك ذكرت مش كل الناس سواء في أوروبا وأمريكا وأستراليا كأمريكان يعني أو أوروبيين موافقين على اللي بيحصل طبعا، لأن ما زال في ناس أمريكان من أصل أمريكي بيقولوا لا دي مش الطبيعة اللي ربنا خلقنا عليها ولا الطبيعة اللي احنا كمان تربينا عليها، فمش احنا بس كشرقيين معترضين على الفكرة دي. دي حاجة. تاني حاجة كمان في مصر بحس او يعني الدول الشرقيه بحس ان احنا مقفلين قوي على التربيه الجنسيه، لكن هنا الدنيا مفتحه جدا. انا عندي مشكله هنا بصادفها ان بيجي لي اوردرز ان انا اروح لاطفال سن مثلا 5 سنين اروح اوعيهم بالجنسيه المثليه. ليه؟ لان هم منفتحين قوي ما عندهمش مشكله في الموضوع ده، فانا بقول لهم لا ام سو سوري انا مش بوعي بالسبجكت دي او الموضوع ده للسن ده. فدلوقتي هم عارفين مثلا اه بيحترموا رايي في الموضوع ده، بس هم طبعا هيلاقوا 70,000 حد غيري يروح يوعي الاطفال بالسبجكت دي. الحل الشرح ولا الملع يا دكتوره ماري؟ منع ولا شرح؟ انا هقول لحضرتك الحل ان احنا نبقى في النص. وعشان كده يعني ريسنتلي انا عملت صفحة على الفيسبوك ان انا بقول للناس خبرة الناس المنفتحين دول بيعملوا ايه، واحنا اللي مقفلين على نفسنا مثلا بنعمل ايه، والمشكلة فين وحلها ايه. الحل هقول لحضرتك ان ما ينفعش مثلا بعد ما ابني اتعود انه ماسك التليفون 24 ساعة اقول له لا وقف خلاص وهنشيل الانترنت ونعمل عزلة للاطفال، مش هينفع. لكن دايما بقول اولا ان احنا نوعي اولادنا بالتربيه الجنسيه السليمه لكل مرحله عمريه وما يناسبها، يعني سن ايه اقول له ايه، مش لما نعلم الاباء الاول والامهات التربيه الجنسيه. ما هو علشان كده انا في الصفحه عندي بنده واقول يا اباء تعالوا لي يا امهات تعالوا، واحيانا اعمل بوست بطريقه فني علشان اكذبهم شويه، واحيانا اعمل فيديو صارح ويعني صارم وصريح عشان اقول لهم لا من فضلك احنا في خطر، ولادنا في خطر، اصحوا بقى وفوقوا معايا. فدي حاجه. التربيه الجنسيه دلوقتي بقيت مهمه جدا، ودايما بقول للاهالي لو ما ربيناش ولادنا تربيه جنسيه سليمه الانترنت هيربيهم بطريقه ان هم بالظبط طريقه زي ما حضرتك بالظبط كده، وفعلا هنفقد جيل كبير جدا. حاجة تانية مهمة قبل ما أنهي اللقاء مع حضرتك، إن إحنا نلاقي بدائل مختلفة صحية لأولادنا. يعني أنا هشيل منه مثلاً التليفون وهقول له أنا هديهولك ساعتين مثلاً، ساعة بالنهار وساعة مثلاً بالليل، بس الساعتين دول لازم يبقوا قاعدين قصاد عيني، مش حابس نفسه في الأوضة وأبقى سامعة هم بيعملوا إيه. حاجة كمان، طب بقية اليوم هنعمل إيه، بالأخص إن إحنا في الصيف نعمل أنشطة فنية
أنشطة مجتمعية. مصر مليانة أماكن كتير بتحتاج متطوعين، بالأخص لو ولادنا في مرحلة المراهقة، ناخد ولادنا نقول لهم يلا روحوا اتطوعوا وشوفوا الناس مثلا البسيطة الفقيرة بتعمل ايه ومحتاجين مساعدة ازاي، على الأقل ان ولادنا يخرجوا بره ذواتهم، لأن دي نقطة مهمة جدا في التربية الجنسية. تمام. بتحمي ولادنا كتير من حاجات كتير، أو أنا أقصد من مشاكل جنسية كتير. دكتورة ماري سمير، أنا بشكرك جدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بشكرك على كل هذه المعلومات، ربنا يخليك. شكرا لك. ميرسي جدا. أستاذ مهندس زياد، دوركم في الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية علشان المخاطر اللي زي دي، هل في نشرة بيضاء، كتاب أبيض، هل هناك توجيهات، هل هناك إجراءات بتتخذ؟ حضرتك الاتحاد احنا لسه مشكلين مجلس الإدارة يمكن من شهرين ثلاثة، وفعلا في أول اجتماع من الاجتماعات بتاعتنا ابتدينا نتكلم على ان احنا طبعا لينا شق رياضي بتنظيم البطولات، ولينا شق في الإعلام والتوعية بوجود الاتحاد والأنشطة اللي موجودة فيها، ومؤخرا ابتدينا نتكلم على حكاية النشرة. لكن فكرة نشرة بس من خلال الاتحاد لوحده مش كفاية، لذلك حتى في المجلس الأعلى للثقافة في لجنة الثقافة الرقمية ابتدينا نتكلم مؤخرا مع لجنة الطفل ومع المجلس القومي لثقافة الطفل والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث ان احنا نبتدي نعمل حملة توعية للاستخدام الآمن للأطفال على شبكة الإنترنت بصورة عامة، وليس فقط الخاص بالألعاب الإلكترونية. عارف حضرتك ان من احد حقوق الإنسان الدخول على شبكة الإنترنت، ومن حق الطفل انه يبقى متواجد على شبكة الإنترنت، ما تتمنعش عنه خالص. أي. زي ما الناس، ما بعض الأصوات بتقول لا نقفل عنه خالص، لا، من حقه انه يبقى موجود عشان بيقدر يطلع منها على معلومات وبيتعلم من خلالها. بس هواجه الغزو ده ازاي؟ لازم يبقى عندي جزء، يعني ما هو في جزء، ما في المخاطر اللي بتحصل ان هو ممكن يضيع وقته، ان هو ممكن يتعرض لافلام اباحيه حتى بعيدا عن الالعاب الالكترونيه. وممكن كمان يتعرض لابتزاز من خلال شبكه الانترنت، او حد يخش ويكلمه ويعمل نفسه طفل زيه، ويبتدي يعرف عنه معلومات عنه عن البيت وخلافه، ممكن يبتدي يهدده ويبقى الطفل مش قادر يكلم العيلة في كده. فالقصة أكبر من مجرد الألعاب الإلكترونية أو وجود بعض الإشارات للمثلية الجنسية. ففكرة هي مش مجرد إشارات. هنا يا باشمهندس، أنا عندي زي ما حضرتك قلت في 25 مليون، في نسبة كبيرة تحت السن، الألعاب بتوفر فيديوهات، الالعاب نفسها فيها رسائل غير مباشره، لا، وفي احد الالعاب فيها غرف زي ما كانت وفيها غرف فيها اكسبليسيت ماتيريال بتتكلم جنسيه، يعني مش روبليكس. روبليكس مش عايزين نقول يعني للاسف. بس ماشي. فرغم ان اللعبه من الاول بتبدو ان هي بريئه خالص، والالعاب يعني التويز اللي بتاعتها حاجات لطيفه خالص، ما مش هتدي اي حق ان فيها كده، لكن هي فيها عدد كبير من الغرف. وحتى القائمين على الشركه قالوا ان هم ما عندهمش قدره على ان هم يقفلوا كل الغرف ديت وان هم يتتبعوها، ده نفس اللي هم القائمين عليه. وحتى كانت البي بي سي كانت بتتكلم على نفس الموضوع ده من فتره، بتقول ان اللعبه دي في 150 مليون طفل بيلعبها في حول العالم شهريا، فالموضوع كبير ومش عارفين برضو يسيطروا عليه. فانا قصدي ان فكره الاستخدام الامن لشبكه الانترنت وللالعاب الالكترونيه وللتقنيات الحديثه للاطفال دي قضيه كبيره جدا، واحنا بنحاول في المجلس الاعلى للثقافه وفي الاتحاد ان احنا نبقى بنساهم بجزء، لكن طبعا الجزء الاصلي والرئيسي والاساسي على الاسره، يليها المؤسسات المختلفه. طيب انصحني يا نور، اعمل ايه؟ يعني اللي ابني قاعد دخل غرفه، انا يعني بفترض انا اب، انا هعرف منين فكره المثليه ومشكلتها ان في العاب مشتركه مع اطفال وشباب كبار من جنسيات مختلفه الاولاد بيشتركوا فيها؟ مظبوط. ممكن يسمع حكايه وممكن يقول له انت فيقول فلان وتعلان. إلسع. خلينا في البداية متفقين، اتفق مع حضرتك في حاجة، ان ممنوع، يعني ما فيش حد عنده الاثوريتي او منع صح ايه يعني، لو يعني ان هو يقدر يكون عنده ليد على الشركة اللي بتنتج اللعبة انه لها ايه ما تنزليش اللعبة دي عندي. تمام. او يقدر مثلا الشركة مثلا بتنزل حوالين العالم كلها ان انا بس نقدر نحدد الالعاب ونحذر الاباء ونقول له اولادكم ما يلعبوش الالعاب هو دي. انا شايف الموضوع بصراحة هو دور الاول والاساسي البيت، تربية الاب والام، لان هو انا مثلا انا هربيه مثلا على 1 2 3 4، لو هو تطرق الى 5 6 7 من ورايا وانا ما اعرفش هليه بيعمل 9 10 11 اصلا انا لسه ما سمعتش عنهم، واصلا هعرف متاخر بقى، فالموضوع يبقى كبر وقسى. فزي ما بقول لحضرتك انا بالنسبه لي الموضوع ان نمنع الموضوع خالص ده هيبقى صعب.
ايوه بس احنا نحذر منه يعني نكون في توعيه بقى من البيت وده بس ده شايف ان ده اهم اصلا. هل التوعيه كفايه يعني وانت صغير؟ معلش اسمح لي اتفضل. وانت بادئ من بدري في الالعاب مهما كان بابا او ماما قالوا لك بلاش تلعب انت عندك ساعه ما تتفرجش. اه بص حضرتك كنت بتسمع الكلام؟ ما كنتش يعني لا ما كنتش بسمع الكلام ده عشان اكون صريح. انا عايز اكون صريح. طب ثلاث ارباع الاطفال كده ما كانش 90% بس في كان بس الحاجات دي ما كانتش ظهرت يعني مثلا انا من انا ابتديت مثلا 2015 فيديوهات الشخصيه هي الشخصيه أوه. والاختلاف فيهم هم مش بس فينا. التربيه يرجع للبيت البيت اللي ربى واللي طلع واللي علم غير هعمل ايه؟ ما الدكتوره قالت لك مش هينفع اقول له هاخد منك الموبايل. ما انا بالنسبه لي وانا هقعد مع ابني طول ما هو قاعد اعيد له انا كده وانا فاضي. ما هو الموضوع حضرتك انا مش هفضل عايش معاه طول العمر وبربي فيه. هو في فتره تاسيس بتعدي على واحد. انا مثلا انا عشان العب مثلا او اسجل فيديو او اعمل اي حاجه من الحاجات دي وانا صغير ذاكر وانجح واعمل مثلا مش عارف ايه عشان تلعب مثلا عدد وقت الفلاني ما كانش ظاهر بقى المثليه الجنسيه زهر. فانا بقول لحضرتك انا لما حضرتك سالتني على زمان فهو كان زمان بالنسبه لي الموضوع اللي هو ذاكر علشان تلعب. هفترض ان عندك طفل وهتبقى بابا قريب ان شاء الله. ان شاء الله تتجوز. انت لسه ما اتجوزتش؟ خاطب تتجوز قريب وتخلف ان شاء الله. هتعمل ايه مع ابنك؟ بما اني عايش دلوقتي هتبقى الدنيا انيل. لا وبص حضرتك اكيد الدنيا تبقى انيل عشان اكون برضو صريح وواضح ولكن انا كل اللي هقدر اقوله ان انا عشت التجربه من بدايتها من ايام ما كانش مفيش اصلا لحد ما بقى فيه لغايه ما بقى فيه هو دلوقتي الحال الوضع الحالي بصوره بسيطه لحد قدام لما ان شاء الله اتجوز واخلف هشوفهم بقى تحت عيني اللي هو ايه. لا ده انا تقديم بقى في الشغلانه ده هنا بقى من 2015 فلو انا شايف بقى كان في واحد 2 و3 وظهر 4 و5 وزي ما متحرك من شويه هيبقى ظهر 8 و9 و10 فانا حتى هبقى عارف يعني ايه اللي طالع وايه اللي مش طالع بحكم اني مواكب. تعمل ايه؟ انا اب بنزل شغل الصبح برجع اخر النهار الام طالع عينها عندها 2 3 طالع عينها بتودي تدريب بتجيب بتاع سايبه الواد في البيت راحت تجيب من السوبر ماركت انت فاهم ان مين هيقعد يربي وياخد باله ابن بيعمل ايه كل دقيقه. ما هو الموضوع ماشي ان انا في اب ليه دور والام ليه دور. انا بحكم حياتي او مثلا من بدايتي في موضوع الجيمنج فانا الى حد ما اكتسبت خبره ما في الموضوع وعارف ايه اللي كويس وايه اللي هتعرف تقفل عليه هعرف اقفل عليه لان هبقى مواكب لتطور التكنولوجيا في مجال الالعاب واعرف جاي في بلد فيها نسبه اميه هتكلم تطور التكنولوجيا. طب عايز اسالك سؤال اخير. اتفضل. انت جيمرز وبتشتغل احيانا بتروج لشركات. مظبوط. لو جات لك شركه من ضمن شغلها المثليه الجنسيه يعني بتحطه في شغلها في الجيمز بتاعها؟ مستحيل ارفض يعني مستحيل اوافق. مستحيل توافق؟ مستحيل اوقف. لان هو الموضوع بالنسبه لي يعني انا لما اتقال لي انا هطلع مع بارك في مستحيل ارفع. لا انا يعني انا عايز اقول ايه قلت اكيد هرفض قلت الفلوس والجمله انا قلت اكيد هرفض وعايز اقول مستحيل اوافق. هو الموضوع في البدايه يعني انا ممكن بالنسبه لي ده يبقى مكسب مادي كبير لان الشركات اللي بتعلن عن الحاجات دي عشان عارف انها حساسه وموضوعها كبير بتعرض قدامها مبالغ ضخمه جدا ولكن انا هبص الموضوع اللي قدامي اللي انا لما قال لي ان هطلع مع حضرتك النهارده اتكلم في الموضوع ده قلت انا عايز اطلع واناشد في الموضوع ده واتكلم فيه لان انا بعد 4 5 سنين لو لا قدر الله الموضوع ده كبر وراح في سكه تانية الناس هتفتح اللقاء ده وتشوف العبد اللي هيقعد مع حضرتك. واضح ان العالم متكاتف جدا وقضيه عالميه مهمه المثليه عايزين يلغوا تعريفات الرجل والست يعني ايه امراه ويعني ايه رجل. دكتور الحقنا. حاضر. هنعمل ايه؟ الحق دماغ ابني ازاي؟ يعني انا عاوز بس اخد من الدكتوره لما اتكلمت عن التربيه الجنسيه نبسط الامر للناس ببساطه شديده جدا. كل اللي بيسمعونا لازم يدربوا نفسهم على الاسئله الحرجه من الاولاد. يعني في مجموعه من الاسئله الحرجه دي بدايه التربيه الجنسيه. ليه زي ايه؟ يعني يجي يقول لك ايه ماما انا جيت منين؟ تقول له احنا لقيناك ورا باب الشقه يا ابني. تقول اي كلام بابا يعني خبطنا على ظهري بطني اي حاجه بدل ما تستعين بالبوم الصور وتحكي له الدنيا ماشيه ازاي ببساطه مثلا يعني. لا ما هو الواد دلوقتي بيقول لها ليه ماما ما كانش فيها علاقات جنسيه اليوم خلاص بقى فاهم هي ما لحقتش فده مهم ندرب على الاسئله الحرجه ندرب على مفهوم الانزال والانبات. كنا زمان واحنا صغيرين جيلنا كان يحط كده قطنه وفي الشتاء وتعمل له الفول والحلبه. ايوه والحلبه فاكر طبعًا. ده تربيه جنسيه بالمناسبه يعني الانبات والتلقيح والكلام ده يتماشى مع المرحله دي. ندرب على خصوصيه الجسد يعني الام وهي مثلا بتعمل شاور لاولادها مره واحده تروح جايه ماسكه صوابعها كانها هتحطها في عينيه فلما يجي ينطرب كده ويخاف تقول له ما تخافش انا مش هعورك انما في حاجات في جسمك ما ينفعش حد يقرب منها زي عينيك زي مراخيرك زي هنا زي هنا. تربيه جنسيه بسيطه ممارسات يوميه. في حاجه اسمها التنميط الجنسي. ايه التنميط الجنسي؟ ازاي اطلع ابني راجل وازاي اطلع بنتي بنت؟ ازاي
حاجات كتير، الالعاب على سبيل المثال الولد يلعب بالمسدس، البنت تلعب بالعروسه. وليه علمه القتل؟ طب ما يلعب باي حاجه ده يعني يعني مثلا مسدس، قصدي اقول لعبه يعني قصاد العروسه ليه مش حصان يعني مسدس طياره مثلا يعني ما لعبه خشنه شويه البنت تلبس بينك كده وبامبي واحمرات، الولد يلبس ازرق ويلبس الوان الوان ذكوريه، البنت تمسك شنطه مامتها وتمشي بيها كده والشوز ومكعب عالي وتحط روج وتلحوس نفسها حلو وتطلع انثى، الولد باباه زي ما كان زمان بنعمل يجي يحلق يحلق له هو كمان ويحسسه كده انه راجل. دي كلها حاجات في التربيه الجنسيه بسيطه جدا مع يعني لما بنتكلم عن التربيه الجنسيه مش بنتكلم عن علاقه جنسيه وعلاقه الازواج في الفراش عشان الناس بتقول لك انتوا هتعلموا اولادنا قله الادب. ببساطه ببساطه شديده جدا مع تطور بقى مراحل العمر. في مرحله المراهقه التحصين الفكري، التحصين الفكري مهم قوي. يعني المفروض انا النهارده وانا جاي الحلقه قلت لاولادي اتفرجوا عليها ليه؟ تحصين فكري، يبقى شايف فمحصن، عارف الدنيا ماشيه ازاي، مش هقدر امنعه ولا امنع الحاجه، انما اقدر احصنه اخليه يواجه ده. عشان كده نور هو بيتكلم وحضرتك سالته هتعمل ايه مع اولادك، انا مش خايف عليه، لان ده قبل ما يتجوز ويخلف هيبقى هو البابا بتاع الشغل، عارف الشغل ماشي ازاي. واضح ان ابنه اللي هيخلي باله لا 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 خالص بقى ده يجي في ملعب انا ده. دي كلها امور مهمه، اوعي الاولاد مع بقى السلوك الانسنه. خد بال حضرتك انا مش مع ان انا اقول ايه في عمر مثلا من 7 سنين ل 8 سنين يلعب لمده ساعه ونص ومن 10 ل 12 ساعتين، مش مع كده. مع انك تمارس سلوك انسنه قدر المستطاع. يعني ايه قدر المستطاع؟ كلم ابنك، اسمع لابنك، لاحظ المتغيرات اللي عليه. انا يوميا لازم اتغدى مع اولادي، حتى لو متغدي بره اجي تاني واعمل نفسي باكل واشغل عمل درامي في التلفزيون، كان لسه فيه ابناء الاعزاء شكرا بابا عبده، بعد 20 حلقه عطى مفهوم بر الوالدين للاولاد. لو قعدت اقول لهم نهج البرده 20 سنه مش هيغرس المفهوم زي ما هو عمل. دي كلها امور مهمه، اخليه زي ما الدكتوره قالت يمارس نشاط. يعني انا عاوز اقول لحضرتك مراكز الشباب تكاد تكون باسعار زهيده جدا فيها كل انواع النشاط، مفيش منطقه في مصر ما فيهاش اصلا ثقافه. يعني خليه يطلع طاقه، يسرح يبعد عن الموضوع نفسه عامه، واثر الشخصيه بتاعته الجانب الروحي. طول ما الولد عنده سمو في الجانب الروحي، بيعرف موسيقى ارت فنون، كل ما كانت شخصيته ثقيله يا جبل ما يهزك ريح ومفيش حاجه هتاخده مننا. انا كلامك مهم جدا، هسمع كلمات اخيره باشمهندس، كلمه اخيره لو بتكلم الناس هنا كاب وكمسؤول تقول لهم. انا شايف الامر صعب في النصايح يعني، بس ممكن تقول لهم ايه؟ احنا مش عارفين نكلم الاولاد يعني، فلازم نكلم الاباء والامهات، نكلم وزاره التربيه والتعليم، نكلم وزاره الثقافه، ده احنا هنكلم البلد كلها. الحكومه عايزه تقعد لان مستقبل اجيالنا وليه علاقه بمستقبل اديانا، وطبعا انا بتكلم على الدين الاسلامي والدين المسيحي وكله، ما فيش اديان علاقه بالهويه، ما فيش اديان بتبيح اطلاقا هذا الخلل اللي بيتم في البشريه يعني. تمام، بص حضرتك هي مسؤوليه تشاركيه، الكل مسؤول، الجهات مؤسسات الدوله كلها مسؤوله، لكن المسؤوليه الاولى على الاسره. انا اتذكر الفنان نور الشريف مره كان الله يرحمه كان بيقول ان عدم اعاد الاسره مع بعض بيؤدي الى ان كل واحد ليه اراء وافكار مختلفه. كان في دايما حاجه مصطلح لطيف قوي كان بيقوله، بيقول المتوسط العام للاسره. أي. يعني الاسره لما الاب والام والاخوات يقعدوا مع بعض بعيدا عن الاجهزه التكنولوجيه وبعيدا حتى عن التلفزيون بيتكلموا ففي متوسط عام للقيم بتنشا من علاقتهم مع بعض الانسانيه وعلاقتهم مع الجيران طبعا. فبعد كده يطلع يقول البيت ده بيت كرم، البيت ده بيت مثلا صدق كده. فلابد ان احنا نرجع نقعد مع بعض بعيدا عن هذه التكنولوجيا علشان نحصن نفسنا يعني كأسرة، لان هي النواة، وبعدين نبتدي بعد كده نقلل بقى العدد شوية، نتابع شوية، وفي اساليب تقنية تسمح للاب وللام بالمراقبة والمنع يراقبوا ويمنعوا، وان هم على الاقل يعرفوا الطفل ابنهم عمل ايه خلال الساعتين اللي كان في البيت وهو كان في الشغل، وبعدين يقدر يرجع بعد كده بعد الساعتين دول ما يخلصوا يقولوا لا ده كان صح وده كان غلط وخلافه. نور، كلمة للشباب اللي زيك. كلمة للشباب اللي زي اللي هما بالنسبة لي زي اخواتي الصغيرين، انا شايف الموضوع بنسبة 100% يرجع للبيت، وانا اللهم لك الحمد يعني متربي الحمد لله احسن تربية من احسن ست في الدنيا، فطالع على مبدأ الدين الاسلامي لو انا ما ينفعش امشي ورا الكلام ده، وده بالنسبة لي مش هيشتتني، ده حرام، ده حرام يعني، حرام شرعا يعني، فده بالنسبة لي كبيرة من الكبائر بالضبط. فهو الموضوع يرجع للاصول التربية،
فهرجع بس سنه بسيطه لما ابتديت العب وعشان ذاكر عشان تلعب، فما كانش فيه الكلام ده. فشايف الموضوع 100% يرجع للتربيه من الاب والام. يعني قرار المنع امنع خالص مش حل، مستحيل، لان كل المرغوب ممنوع. فانا بالنسبه لي انا عايز اعمل حاجه فانا همنعه؟ لا، انا هبشره، هشوف انت بتعمل ايه وازاي وليه، وكافئه وعاقبه بالظبط. ولما يوصل بقى لسن لحد ما معين انا شايف اقول له خلاص كده، انا كده خلصت مهمتي، توكل انت على الله بقى. ايه؟ عيش حياتك، عيش حياتك، ليك اختياراتك وادفع ثمنها. بالظبط. دكتور، جملتك الختاميه. في اضطراب نفسي دلوقتي عند الاولاد كلها اسمه النوموفوبيا. ايه النوموفوبيا دوت؟ الخوف من فقدان الموبايل او جهاز الكمبيوتر نتيجه الادكت، انه بقى مدمن. فلما تلاقي ابنك عنده النوموفوبيا، لما تلاقي ابنك بقى عصبي، لما تلاقي ابنك مشتت الانتباه، لما تلاقي ابنك ضعيف التركيز، لما تلاقي ابنك داخل في مشاكل كتير مع افراد الاسره، لما تلاقي ابنك حاضن التليفون ونايم بيه، لما تلاقي ابنك مش بيمارس نشاط، لما تلاقي ابنك مهمل النظافه الشخصيه، ما بعدش بيستحمى زي الاول وضفره طويله، مد ايدك والحقه واعمل اللي احنا كله قلناه في الحلقه دي. طيب انا بستاذنك حنهي علشان عايز الحق ابني بجد اللي انت بتقوله، لان انا بدخل الاقي نايم والموبايل جنبه، فعايز اروح الحقه حالا. يعني بشكركم جدا، نورتوني. ربنا يخليك. بشكركم على علمكم وعلى كل ما قدمتموه للساده المشاهدين، وان كان الامر يستدعي حلقات وحلقات، فهذا مشروع وطن، مشروع اجيال، مشروع اولادنا، مشروع اللي هيبنوا البلد دي وهيحافظوا عليها، اللي هيحملوا لواء ديننا اسلامي او مسيحي. هو الدين اللي بيحفظ التماسك في النهاية. دي نهاية حلقتنا النهاردة. غدا حلقة جديدة ستنضم إلي غدا زميلتي العزيزة كريمة عوض. ومصر بخير طول ما انتم بخير. تصبحوا على خير.